السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، كيف ما لاحظتوا في العنوان، ففي هذا الفيديو غادي نطرقوا لجوج ديال النقاط في ظل المواكبة والمتابعة ديالنا لكل الأحداث المرتبطة بالمغنية دنيا باطمة، المتابعة والمدانة في ملف حمزة مومبيبي بسنة سجنا في انتظار الحكم النهائي لمحكمة النقد. وكيف ما لاحظتوا في العنوان إخواني أخواتي، صوفيا الطالوني تضرب في الصميم سمعة دنيا باطمة ومصداقيتها. وأيضا إخواني أخواتي، غادي نسلطوا الضوء في هذا الفيديو كنقطة ثانية على المستجدات المرتبطة بالمغنية اللي يعني رافعة في حقها دنيا باطمة شكاية. فشكون هي هذه المغنية؟ فغادي نتكلموا على الاحتمال تاع أنها تكون سعيدة شرف، وغادي نحطوا كل الاحتمالات واش فعلا هي سعيدة شرف أو لا شي فنانة أخرى. فعلى بركة الله الإخوان والأخوات، نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو. غادي نبدأ من حيث انتهينا، من النقطة الثانية واللي كتتعلق بالسر والغموض اللي كيحيط بالفنانة اللي يعني رفعات في حقها دنيا باطمة شكاية بحسب آخر المعلومات، واللي كيف ما كتعرفوا أنها معلومات مؤكدة فعلا بأن دنيا باطمة رفعات شكاية رفقة الأخت ديال ابتسام باطمة في حق فنانة مغربية ومؤثر مغربي. فهذه الفنانة فاحنا كلنا كنتكلموا على أساس أنها سعيدة شرف، لكن احنا في هذا الفيديو إخواني أخواتي غادي نسلطوا الضوء واش فعلا سعيدة شرف هي الفنانة المعنية بهذه الشكاية. فأنا بالنسبة لي وبالنسبة لمجموعة ديال الأبحاث اللي قمت بها منذ يعني انتشار هذا الخبر، يعني مدة ديال 24 ساعة إخواني أخواتي، فلقيت بأن الفنانة اللي رافعة في عق دنيا باطمة الشكاية بواحد النسب كبيرة ماشي سعيدة شرف، يعني بنسب كبيرة جدا. ما غاديش نقول لكم بدليل، وإنما بناء على عدة معطيات، معطيات اللي كتفيد بأن سعيدة شرف يعني ملتزمة بشكل كبير وواعية بحجم الجريمة الإلكترونية، ودائما في الخارجات الإعلامية كتتكلم في حدود وكتتكلم يعني بمقياس. وحتى المسألة ديال هذا الاختراق الأخير، فما يمكنش سعيدة شرف تكون عندها شي علاقة بهذه المسألة ديال الاختراق الأخير اللي وقع لدنيا باطمة، واللي كان يعني تخترق الحساب ديالها على سناب شات. فبالتالي يعني سعيدة شرف هي طرف في القضية ديال حمزة مومبيبي كطرف ضحية، ويعني ودنيا باطمة يعني الآن مدانة بسبب الشكاية ديال سعيدة شرف يعني في الملف ديال حمزة مومبيبي. إذا كل هذه الاحتمالات كتخلينا أننا نشكو وأننا يعني نتأكدوا بأن سعيدة شرف ما يمكنش تورط نفسها في جريمة إلكترونية وتولي كبش فداء أمام دنيا باطمة. ولهذا فأنا كان يعني بالنسبة للأبحاث اللي قمت بها، فلقيت بأن أغلب يعني الاحتمالات كتشير إلى أن الفنانة المعنية بالشكاية هي فنانة مغربية معروفة، واللي ما غاديش نذكر الاسم ديالها، واللي كتغني أغاني شعبية. هذه الأغاني مؤخرا يعني مدة ديال تزيد على الشهر، يعني منذ أن أصدرت دنيا باطمة الأغنية ديال الخربوشة، فقامت واحد الفنانة بغناء الأغنية ديال الخربوشة بدون ما تأخذ الموافقة ديال دنيا باطمة، مع العلم أن هذه الأغنية هي فولكلور، لكن في التوزيع الجديد ديالها فدنيا باطمة هي اللي عندها الحقوق ديال الطبع والنشر. وهذه الفنانة غنات الأغنية، والأغنية ديالها يعني المقاطع ديال الفيديو انتشروا وهرسات، يعني بالتالي يعني انتهكات واحد تجاوز في المسألة ديال الرقابة على الأعمال وهذه الأمور هذه. وهنا كاين خطأ وكاين هذا الأمر كتعتبر جريمة. فبالتالي كترأى لي بأن هذه الفنانة هي المعنية بهذه الشكاية اللي يعني عملات دنيا باطمة رفقة الشقيقة ديالها بواحد النسب كبيرة إخواني أخواتي. ونمشيو إخواني أخواتي إلى النقطة الثانية، واللي هي النقطة الأولى اللي قلنا في مقدمة الفيديو، واللي كتتعلق بصوفيا طالوني، والتي يعني تضرب سمعة ومصداقية دنيا باطمة في الصميم. فكيف ما كتعرفوا
يعني المتحول او لا صوفيا طالوني، فخرج في واحد البث مباشر مؤخرا يعني منذ اقل من 48 ساعه وتحدث على امور اللي خطيره وخطيره جدا، وعلى اسرار اللي خطيره وخطيره جدا كتهم المساله ديال الاشهار والاعلانات التي يقوم بها النجوم لصالح شركات وخصوصا شركات ديال التجميل. صوفيا طالوني تحدث على مواد وعلى برودويات اللي يعني داروا لهم الاشهار من طرف مجموعه ديال المؤثرين المغاربه والمؤثرات وايضا الفنانين، ومن بين هاد الفنانين دنيا باطمه. هاد البرودويات اللي هما يعني ديال التجميل، فصوفيا طالوني كيأكد بان هاد الشركات وهاد البرودويات يعني ماشي ما عندهمش واحد الجوده عاليه وانهم دون المستوى، ومع ذلك فدنيا باطمة قامت بالتشهير لهاد المنتوجات في ضرب المصداقية، وأنها هي ما كتستعملش هاد المنتوجات يعني بشكل مباشر، يعني صوفيا طالوني يفجرها في وجه دنيا باطمة وتكشف المستور. علاش؟ لأن هذا الأمر إخواني أخواتي خطير وخطير جدا. فواحد المؤثر أو لا مؤثرة أو لا فاش كيضرب واحد الساعة كيدير لها الإشهار، أو لا مؤثرة كتحط ولا فنانة كتحط واحد البرودوي ديال التجميل يعني كدير له الإشهار، فكل المتابعين ولا أغلب المتابعين فكيستعملوا نفس البرودوي ديال هذاك المؤثر، لأن كيثيقوا فيه وكيعتبروه واحد الإنسان اللي مقدر الحب ديالهم ليه وهاد الأمور، وما يمكنش أنه غادي يكذب عليهم، فبالتالي أي حاجة كيروج لها فكي من باب أنه هو اللي كيروج لهذاك البرودوي فكي يتقداو هذاك البرودوي. فمثلا نعطيكم مثلا، الى خرج امين راغب وهضرنا على واحد الجهاز هاتف ذكي وقالنا هذا خذوه على حسابي، يعني راه ذو جوده عاليه وهاد المسائل، فالاغلبيه ديال الناس اللي باغيين يتقداو هذاك التليفون ما غاديينش يسولوا على الجوده وهاد الامور، غادي يمشيو يتقداو بشكل مباشر. فهذا هو المعنى ديال الكلام اللي كنقول، بحيث ان دنيا باطمه شهرات بالمنتوجات وبرودويات اللي ما عندهاش واحد الجوده عاليه، وهنا استغلات يعني الجمهور ديالها واستغلات المتتبعين ديالها، هادشي بحساب كلام ديال صوفيا طالوني. لكن فعلا هذا موضوع اللي مهم ومهم جدا واللي سلطنا عليه الضوء اخواني اخواتي، ضربنا المثال بالمساله ديال امين راغب. علاش؟ لان فعلا هذه المسألة هي داخلة في شي حاجة اسمها الأمانة، يعني الأمانة إذا ما توفرت في شخص ف يعني كل شيء كتصدم مني كتسمع العكس، كتسمع أنه كان كيستغل هذيك الأمانة وهذيك الثقة وهذاك الحب، يعني استغلال في واحد الاستحمار لحب المتتبعين للأسف الشديد. على اي اخواني اخواتي، كنتمنى انني نكون سلط الضوء بشكل كافي على كل هذه النقاط. ختاما كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر، وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.